كابتن علاء، الف مبروك. فوز منطقي بالنسبه لاحداث المباراه. الله يبارك فيك يا امام، مبروك على جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي والجهاز الفني. فوز منطقي وفوز في المتناول من بدايه المباراه، حتى لما كان المصري بيتعادل، لكن ما فيش اي مشكله خالص نجيب هدف واثنين وثلاثه. النهارده الاربعه دي كانت ممكن تبقى اكتر من كده بكتير، لان زي ما شرحنا المصري كل خطوط، يعني كل خطوط مباحه، يعني ما فيش اي مشكله خالص. لكن هو دايما كان دايما بيجيب الهدف بيتعادل. بس الحلو في لعيبه النادي الاهلي ما كانش فيه توتر حتى بعد التعادل. صح. نفس الامور هي السيطرة هي والسيطره ومفيش مشكله خالص، لانه عارف ان حته ان هو يحرز هدف دي سهله. برضه اللعيب في الملعب بيبقى شايف الدنيا عامله ازاي، اهداف كلها سهله جدا. الحاجه الحلوه النهارده ان طاهر سجل، ودي مهمه جدا لطاهر، حته الاهداف دي محتاجه طاهر يبقى موجود دايما. لكن يعني مش شايف كان في اي خطوره خالص للمصري النهارده. يعني انا بتفرج على المباراه مش قلقان، انا عارف ان النادي الاهلي هيحسم المباراه النهارده، مفيش مشكله خالص. اللعيبه كلها مأديه كويس جدا 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 نهايه المباراه. ممكن في بعض الاخطاء في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني وجود ديانج في نص الملعب قفل حاجات كتير جدا كانت موجوده في لما نيجي نتكلم فني انا في الشوط الاول. لكن مباراه اللعيبه اديتها لحد اخر دقيقه مجهود يشكروا عليه. ثلاث نقاط مهمين جدا ومكملين ان شاء الله للمباراه القادمه ان شاء الله باذن الله رب العالمين.